بشبوس ورق غار وهيل البهارات العدلة مع عجنتها. أوكي إذا هذا أول شيء سويناه. إيش راح نسوي الحين؟ راح نلتفها. أوكي نشوف المرحلة اللي عقب. شنو نجهز؟ عندنا كزبر وبقدونس، فلفل أخضر بارد، حوالي راسين بصل، راس ثوم، زين جبن هذا الكرافت، راح نحتاج هذه المعكرونية، هيل بودر، ملح وفلفل أسود، وعندنا بعد راح نحتاج طحين. أنتوا معاي وإن شاء الله نشوف الوصفة شنو راح نسويها. راح أخلي الدياية من العظم. أبو تستخدم صدور كيفكم، بس هي الوصفة لازم أن الدياية تكون عدل وبالجلد مالها. خليها كلها شكل. خلصنا أخلينا الدياية، راح نحط شوية هيل. هي البودرة ملعقة وسط على قولتهم، وفلفل أسود. فلفل أسود هالقفشة الوسط، هيل وفلفل أسود وملح. شوف المرحلة اللي عقبها. الحين راح أضيف حوالي 5 ملاعق طعام طحين. أوكي 5 كسبوه. عندنا جبن الكرافت بعدين نقطعه صحو كيوبس. راح نضيف الجبن 2 علبة نقطعهم. في النهاية كلهم بيختلطوا بهذه الخلاطة، بس المفرامة سوري، بس عشان تعرفون المقدار بالضبط. وايد وايد يحبون هالوصفة اللي حال. البصل واحدة شلتها حطيتها على كتر، والحين قاعد نخلط كل المقادير. صحيح انه بدنا نخلطها بس على الأقل نخلطها. نخلط عدل مدل على قولتهم. آخر شيء نضيف البصلة عشان يطلع كل الخضار اللي بالفرامة. آخر شيء ضفناه البصلة، يعني بصلة مع الخلطة وبصلة في النهاية. فهمتوا؟ نخلطها عدل مدل. عشان كل المكونات تتجانس مع بعضها. الريحة خطيرة لا إله إلا الله. كان يحبونهم صغار. نفرزنها وتنقلي. سلامتكم وتعيشون. ناخذ عود من المكروني ونحطها فيها. الحين عيالي بيقولوا من وين طلعت أصلاً، يمكن الحين للصغار ما يذكرونها، بس أذكر زين إن ولد العود كان يسمونهم تشيكن كوكو، ما أدري إيش حقه. بس سلامتكم وتعيشوا. قاعد نتعاون كلنا نسوي. دقيقة نخلص هالمقدار.